اللي يبيعك بفلوس بيعه بالمجان، هذه قاعدتي في الحياة، واللي يستغني عنك استغني عنه. الحياة أقصر، أنا عندي قاعدتي، الحياة أقصر أن أضيعها أرضي فلان وفلان، أقصر كثير قصيرة. عمري كم أنا بعيش؟ أولا أنا ما أعلم كم سأحيا، يمكن أموت الآن، صح يا مرحم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60، يعني أعماري 60 سنة، أقضي عمري أرضي فلان وفلان؟ أنا حياتي أقصر من أن أضيعها بأن أجعل فلان يرضى عني أو أجعل الناس ترضى عني. المهم أن أرضى أنا عن نفسي، لذا أنا ضد هذا التعلق، أحب أحب أحب، لا لا، حياتي قصيرة جدا. المهم أنا زوجك أوكي ارضيه، ما عندي مشكلة. أمك يضيع عمرك كله وأنت ترضي بأمك، ما عندي مشكلة. لكن الناس ما رضت عن الله، الناس ما الناس عادت ربنا، الناس قتلت أنبياء، أنت تضيع عمرك ترضي الناس شو يقولون عني، والناس زعلوا مني والناس ما يحبوني. الله يجعلهم لا يحبونك ولا يرضوا عنك ولا يودونك. أهم شيء أنت ارضى عن نفسك، ارضي اللي حولك، ارضي أسرتك، أمك، زوجتك، عيالك، هذه البيئة ارضيها، وأنت كذلك ارضي زوجك، أمك، والدك، إخوانك، هذه. أما أشغل نفسي واحد ما يحبني وأركض وراه، عمرك قصير، قصير جدا. وستأتي لحظة لما نكبر والشيب يطلع، أنا بدأ الشيب يطلع علي المشكلة، لما نكبر بيظهر الشيب وعلى اللحية والرأس، رح نندم على كل لحظة ضيعناها ونحن نقتلها في إرضاء الناس.